وللوقوف على التطورات الميدانية في درعا. ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المحلل العسكري اللواء محمد علي. أهلا بكم سيادة اللواء. تحية لك ولمتابعيكم الكرام. تصحيحا، أنا اللواء محمود علي وليس محمد. تفضل. محمود، نعم سيادة اللواء محمود علي. بعد الاتفاق بالوساطة الروسية في درعا وأيام من الشد والجذب هناك، كيف يمكن قراءة التطورات الميدانية الأخيرة بالهجوم على جيب للمعارضة في درعا؟ يعني هذا الموضوع يمكن أن نعود فيه إلى البداية. الروس حقيقة الأمر في مأزق، يعني لا يحسدون عليه كما يقال. هم الضامنين وهم من أجروا المصالحات. قاعدة حميمين كانت وراء كل تلك الاتفاقيات. هذا من جانب. الجانب الآخر، الروس هم الذين ضمنوا عدم وجود قوات إيرانية أو ميليشيات تابعة لها على مسافة لا تقل عن 40 كيلومتر وحتى حدود 80 كيلومتر من الحدود الجنوبية. بمعنى هذا الموضوع، هنالك اتفاق كان بين الإسرائيليين والأردنيين والأمريكيين على إبعاد الإيرانيين والميليشيات التابعة لهم عن هذه المنطقة. نعم. ولكن الروس لم يستطيعوا أن يفوا بتعهداتهم، وهذا ما أربك الموقف الروسي وجعل الروس بوجهة نظر الحلفاء أو الجهات التي ضمنت لها هذا الموضوع، إن كانت إسرائيل أو الأردن أو حتى الدول العربية التي تساند الأردن والأمريكيين والأوروبيين، جعل وضع الموقف الروسي موقفا هش. والروس يدركون تماما أن الإيرانيين والنظام يريدون كسر هذا الموضوع واختراق درع البلد، ولكن إذا سمح لهم بالدخول إلى درع البلد ستنقلب الطاولة على رأسهم، ولن يكون هنالك ثقة أو مصداقية للموقف الروسي على الإطلاق، ويمكن أن تبدأ الأمور على صعيد حرب شاملة تبدأ من الجنوب ولا تقف عند الشمال. لأن حتى الأتراك أطراف أستانا هم أيضا مستاءون من الموقف الروسي نتيجة القصف المستمر من قبل النظام والروس على منطقة جبل الزاوية في الشمال. وهذا الموضوع يترقبه الأتراك عن بعد، ماذا سيحصل في درعا؟ وإن حصل أي شيء يمكن أن كما يقال تعود الأمور إلى الصفر، وإذا عادت الأمور إلى الصفر سيكون الخاسر الأول هو الروس والنظام والميليشيات الإيرانية. سيادة اللواء، تحدثتم عن الأطراف الدولية في الأزمة السورية، ماذا عن المعارضة وما مدى إمكانية صمودها في ظل الحصار الذي يفرضه النظام ومعه حلفائه على درعا؟ أختي الكريمة، الموقف الدولي بشكل عام لصالح المعارضة. إذا استثمرت المعارضة هذا الموقف الدولي واستمر النظام بالحصار، ممكن أن يكسر هذا الحصار. وفيما إذا حصلت معركة وكان الثوار يد واحدة كما طلبنا منهم أو رجوناهم في مرات سابقة عبر شاشات متعددة أن يكونوا يدا واحدا، بمعنى أن تكون الفصائل في درعا كاملة، جنوبها وشرقها كما يقال وغربها وشرقها ودرعا البلد، إذا كانوا يد واحدة وعملوا كقوة واحدة، أنا يعني بوجهة نظري الشخصية مؤمن إيمان بالله تعالى، ومؤمن أنهم سيهزمون الإيرانيين والنظام والميليشيات الموجودة ويدحروهم حتى حدود دمشق على الأقل. بدعم دولي أم فقط توحيد الصفوف تقصدون؟ لا، بتوحيد الصفوف الدعم الدولي موجود، بمعنى أن الأمريكيين والإسرائيليين لن يسمحوا للنظام والميليشيات الإيرانية بالاستمرار بالوجود في درعا واختراق درعا البلد وسحق أهلها وتشريد 50,000 أسرة من المدنيين. نعم. هذا الموضوع غير مسموح فيه دوليا، وإذا تجاوز الروس والإيرانيون أو سمح الروس للإيرانيين والنظام والميليشيات بكسر هذا الاتفاق والدخول إلى درعا أو محاولة اجتياحها،
أعتقد أن الأمور ستعود إلى مرحلة الصفر، وإذا توحد الثوار في محافظة درعا أعتقد أنهم سينتصرون وستفشل روسيا فشلا ذريعا، وسيحصل معها كما حصل في أفغانستان. هكذا أرى. وردت أنباء عن دخول عناصر من الشرطة العسكرية الروسية إلى درعا لإلقاء القبض على المسلحين من المعارضة الذين رفضوا الخضوع لهذا الاتفاق، اتفاق التسوية. ما مدى صحة ذلك، وإلى أي مدى يتكرر اليوم في درعا سيناريو مماثل شهدناه من قبل في حمص ودارية وحلب؟ أعتقد الموقف المعلوم لدينا أن الفصائل والأهالي رفضوا تسليم أي شخص من أهالي درعا أو حتى من الثوار، والشرطة العسكرية دخولها إلى درعا لا يعني أنها ستقوم بإلقاء القبض على أشخاص، هذا أولا. اثنين، تم تغيير القيادي الروسي في درعا، أسد الله الذي كان قائدا روسيا في درعا تم تبديله بقائد آخر لأنه كان ضعيف في المفاوضات، وشعر الروس أنهم في حال فشلوا في هذا الموضوع وقام النظام الإيرانيون بالهجوم على درعا البلد مرة أخرى أو اجتياحها ستخسر روسيا خسارة كاملة إن كان سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا، وستخسر أيضا دوليا من خلال فشلها تجاه الاتفاقيات التي أبرمتها مع الإسرائيليين والأردنيين والأمريكيين والأوروبيين، وأيضا ستخسر الدعم العربي الذي تلقاه من خلال اتفاقيات الستانة وغيرها. شكرا جزيلا لكم المحلل العسكري لواء محمود علي، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.